السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع قوي جدا لتعليم البرمجة للأطفال بطرق سهلة جدا. الأطفال مش محتاجين يحفظوا كود، بس محتاج إن هو يفهم فكرة البرمجة والكمبيوتر بيفكر إزاي. طيب خلينا نبدأ كده، نسمي الله. طبعا يقدر يختار أي لعبة من دول على مزاجه. هو أنا بيحاول يشرح فكرة الكود يتكتب إزاي. هنا بتلاقي الأبس تقدر إن أنت تسحب وتحط حاجة زي كده. بنقوله مثلا لما الابس يبدأ ممكن بقى اشوف حاجات كنترول، زي مثلا هو يكرر حاجة معينة. في حاجات لوجيك، لو حصل كذا يحصل كذا. هو المبرمج او الطفل هيتعلم فكرة البرمجة بدون ما يحتاج ان هو يقعد يحفظ اكواد. تمام، يعني على سبيل المثال مثلا ممكن نقول له كنترول واقول له كرر لي الحاجة دي 10 مرات، فهو يشوف ايه اللي موجود هنا ويكرره 10 مرات. مثلا عايزين نغير كلر لحاجة معينة، فتقدر تقول له غير لي اللون دوت او خلي الحاجة دي تمشي بالشكل الفلاني وهكذا. يعني خليني اقول له مثلا ان انا عايز اغير خلفية، فخلي الباك جراوند لونها مثلا اهو. تقدر تختار اللون اللي انت عايزه بالشكل ده. لاحظ انها اختلفت تماما اول ما حطيت درو. ممكن نقول له ان احنا عايزين نعمل الستروك كلر اللي احنا نرسم بيها، هتبقى بالشكل دوت، بحيث لما تيجي ترسم ياخد لون اسود مثلا. تمام، والريبيت ده ممكن نطلعه هنا. وممكن نبدأ بقى نشوف ايه اللي ممكن نرسم بيه. ممكن نقول له مثلا عايزين نرسم ارك، المواصفات ديت، وخلينا نقول ان هو هياخد مثلا اللون دوت او خلي اللون فاتح شوية. طيب عايزين نغير فيها، نقول له مثلا انها بالشكل دوت بحيث انها تكبر معايا هيت. المكان بتاعها هو بيقول لي ان انت رسمت، ممكن تدخل على حاجة تانية. فهمت فكرة البرمجة جاية منين يعني. تمام، ترو او فولس وهكذا. فبتبدأ ان انت ترسم من خلال ان انت تختار، بس مجرد تعمل سيلكت على الحاجة وهو يبدأ يشوفها. تمام، ممكن تقول له لو حصل كذا، لو الخلفية مثلا كذا اعمل كذا، تمام، غير كذا وهكذا. تقدر تحط انت الشروط بتاعتك، مثلا فاريبل متغير معين تقدر ان انت تتحكم فيه. طيب لو انا عايز اضيف برضو، باجي هنا على اد بارتس، وممكن اقول له ايه ده انا عايز اضيف بوتوم مثلا بالشكل دوت. تمام، بحيث ان انا بدوس عليه يبدا يتفاعل معايا. طب انا عايز اضيف مثلا تكست اهو. طيب انت عايز حكم، تيجي هنا في البوتوم وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي تنفع للبوتوم، زي مثلا الليبل بتاعه اللي هيبقى مكتوب. ممكن بدل كليك مي تخليها مثلا هاي هاو ار يو، انا بس بكتبه عشان يظهر معاك. تمام، تقدر تتحكم في كل حاجه خاصه بالبوتوم وهيتحرك ازاي والكلر بتاعه اهو. زي ما انت عايز بقى تشوف ايه الالوان اللي انت عايزها. وكذلك التكست، ولو بس دي الشفافية بتاعته قد ايه، وممكن تقول له يتحرك. تمام، وتقول له خلي دي مثلا 10 11 و11 بالشكل دوت. ممكن تخليها اكتر. وده برضه ممكن تخليها بالشكل دوت. فانت عرفت ازاي تبرمج اللعبة بكل الحاجات اللي انت عايزها. ممكن كل حاجة عايزها تاتش ويزر، تحط مثلا كلوك. اول ما تحط كلوك هيبدأ بقى يظهر عندك الاعداد بتاعة الكلوك،
مثلا بالسنة بالديت وهكذا. كل ده احنا لسه في اول حاجة اللي هي تعريف ازاي تبرمج. خلي بالك ده الكانفاس اللي هو الشكل دوت، جافا سكريبت يبدأ يديك الاكواد اللي انت المفروض تكتبها عشان تبرمجها، والكمبيوتر كتبها بديلا عنك، زي مثلا الباك جراوند اللون بتاعه، الاعداد بتاعت الخط اللي احنا رسمناه القوس دوت، البوتوم اسمه ايه، الكالر بتاعه اسمه ايه، حركناه ل 111 111 وهكذا. فدي شفرة الكود، بحيث ايه ان انت لو انت حابب ان انت تقراها، لو مش حابب كمل على الكانفاس بالشكل دوت. وهنا بقى تقدر تعمل زوم اب زوم ان واوت، وتقدر ان انت تلغي اي حاجة انت مش عايزها، او تعمل عليها سيلكت وديليت. فالطفل بيتعلم مبادئ البرمجة، وتقدر تفهمه فكرة البرمجة ايه بسهولة. بعد كده يقدر برمج موبايلات، يقدر برمج مواقع وهكذا. هنا بقى تقدر تشير الحاجة دي مع الأصدقاء، تقدر تعمل ريكورد ليها، تمام، وتقدر تعمل شير للحاجة بحيث يبقى عندك رابط تشاره مع الناس.